حضراتكم مرة تانية. النهاردة كان في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان في قرارات ناتجة عن هذا الاجتماع. أبرز هذه القرارات، هي قرارات غاية في الأهمية في الحقيقة، ورقم واحد اللي كان بيطالب بيه النادي الأهلي عودة نهائي كأس دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بنظام الذهاب والعودة، وده كان أمر لابد منه بصراحة، لأن في أفريقيا هنا الظروف تختلف عن أوروبا، يعني فيما يتعلق بالسفر وفيما يتعلق بعوامل كتير قوي قوي بتصعب من القصه دي يعني. وشفنا اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي يعني. تاني حاجه من ضمن ابرز القرارات، اعتماد دوري السوبر الافريقي في اغسطس 2023، والفائز يحصل على 10 ملايين دولار. هو هنا السؤال، دوري السوبر الافريقي ده هيبقى بديل لدوري ابطال افريقيا، ولا ده هيبقى بطوله ودوري ابطال افريقيا بطوله؟ بالنسبه لي مفيش توضيح في الجزئيه دي يعني، ما وصليش اي توضيح في الجانب ده تحديدا يعني، لكن انا مش باثق قوي في الاتحاد الافريقي بشكل عام. ثالث حاجه، اقامه كاس افريقيا القادمه في يناير وفبراير 2024 بدل من يونيو 2023 في كوت ديفوار، يعني اتاجلت حوالي 6-7 شهور يعني. ماشي، دي ابرز القرارات الخاصه باجتماع اللجنه التنفيذيه لكاف